هرجع لموضوعنا تاني دكتور و... وكنا بنتكلم في نقطة مهمة جدا وفكرة التطور وفكرة عدم العلاج وفكرة وحضرتك بتدي نموذج. احنا بنقول الوسواس القهري مرض محتاج نقف معاه. عايز اشرح بسرعة بسيطة كده قصة الوسواس دي ماشية ازاي. اول حاجة احنا قلنا الوسواس عبارة عن فكرة، هي هنقولها كده بشكل مسلسل عشان الناس تفهمه. الفكرة اللي هتخش جوه دماغك تأكد انها هتأثر على مشاعرك، سواء كنت انسان طبيعي او كنت غير طبيعي مريض وسواس او اي مرض في العالم. اي بني ادم بيفكر وينفذ بثلاث خطوات، افكر، بعد كده مشاعري تستجيب لافكاري، ثم انفذ اللي انا ايه حسيت بيه. اذا انت لما تجيلك فكره من افكار الوسواس مباشره لازم يحصل بعدها ايه؟ مشاعرك تستجيب للفكره. مجرد ما تجيلي فكره بقى ان انا مش نظيف، انا هقتل ابني، انا هعمل اي حاجه، اي فكره وسواس في العالم، مجرد وجودها عندك هيسبب لك مشاعر مباشره. مشاعر دي حزن، اكتئاب، احباط، توتر شديد جدا. طب الحاجات اللي انت هتحس بيها والمشاعر دي تتحول لسلوك بتنفذه قدام الناس او حتى بتنفذه وانت لوحدك. تمام؟ انا بقول الحمايه او الوقايه او اساليب العلاج اللي احنا بنمشي بيها، قلنا عندنا العلاج الدوائي، ده نوع كويس جدا وموجود وعندنا احدث انواع الادويه ومختلفه، بس اهم حاجه الجرعات اللي بيتاخد بيها المرض والمتابعه، لان الدواء النفسي ما بيتوقفش فجاه، لو وقفت هتنتكس. يبقى الجزء الدوائي ده حاجه تحت اشراف طبيب مش لوحدك، وبلاش موضوع النت اللي الكل بقى بيقرا فيه دلوقتي واعمل دكتور لنفسي وابحاث، بيضروا مش بيستفيدوا. أيوة. والقراءات الشديده بتضر. ده الجزء العلاج الدوائي. في عندنا العلاج المعرفي والعلاج السلوكي، دول بيبقوا كويسين جدا. ببدا اعمل علاج معرفي مع المريض وازاي يفهم مرضه وازاي يستوعبه كويس جدا، وبنعمل تدريبات سلوكيه على ازاي يقاوم المرض دوت وايه الطرق اللي تنفع مع المريض نفسه ويطبق الحاجات دي في البيت ويرجع تاني للعياده بقول له اخبارنا ايه ونشوف عملنا ايه. ده جزء من العلاج. ياخد وقت قد ايه تقريبا يا دكتور العلاج؟ من 6 شهور لسنه. ده بشكل مبدئي. اذا حسينا ان في ظروف، طبعا احنا عندنا حاجات، المريض والاسره بتاعه المريض والجو العام المحيط بالمريض، كل دول بيأثروا اما بالايجاب واما بالسلب. ممكن الموضوع يزيد معايا يبقى سنه اضافيه، او ممكن في خلال السنه نكون قلنا الحمد لله على السلامه. تمام؟ بعد كده في غير الجزء المعرفي والسلوكي انواع جديده من الادويه العلاج يعني بدات تبقى موجوده وتعمل نتائج كويسه جدا. في بحث حاليا انا شغال فيه العلاج بالطعام. انواع الاطعمه اللي ياخدها كل مريض نفسي. فيما يخص الوسواس القهري والاكتئاب بدانا نكتشف ان الشاي الاخضر ليه دور مهم جدا في انه بيغير ويقلل درجات الوساوس والتوتر والقلق. بدانا نكتشف ان فيتامين بي عموما بي 12 وبي 5 وبي 4 اللي بيعمل نوع من السيروتونين، التوازن بتاع السيروتونين في المخ، فبنزوده قوي بيعمل شغل عالي وموجود في اطعمه كتير، الشوكولاته في الاكتئاب وهكذا في ايه؟ انواع الاطعمه. نعم. قبل ما اختم بقى يا دكتور عشان وقتنا خلص، في حاله عدم العلاج اللي هيعاني منه الشخص واللي حواليه كمان الاسره كلها؟ لا طبعا، اذا المريض قلنا ترك المرض بدون علاج هيتفاقم ويزيد، واحنا عندنا المرض ملوش نهايه. بمعنى ايه؟ مفيش حاجه اسمها نهايه الافكار. احنا هتزيد معاك المرض، الوسواس بيزيد، افكارك بتزيد، بدل ما كان عندك نوع من انواع الوساوس بقت انواع، بدل ما كان وسواس بقت وسواس وفوبيا وقلق وتوتر وتردد وخجل وانطواء وعزله واكتئاب واحباط، سلسله عماله توصل لحد الانتحار مثلا. ما بيحصلش انتحار الا لو زاد الاكتئاب بدرجه عاليه، لان احنا قلنا الوسواس هيزيد مع الاكتئاب. فالاكتئاب وده بيبقى نسبه قليله جدا جدا جدا، وما بيبقاش حتى وسواس، بيبقى تحول من الوسواس الى اعراض الفصام، لان مريض الفصام هو اللي ينتحر، لكن مريض الوسواس مش هينتحر. بالظبط الاخرين.